خلينا بقى ننتقل الى النادي الاهلي وابدا بيك برضو يا كريم. نعم. يعني بما ان هتكلم عن كريم ندفت فلازم كريم. نعم. سعيد هو اللي يقول لنا كريم ندفت وعودته الحقيقه. نعم. وكلنا سعداء، كلنا كاهلاويه يعني سعداء بعوده كريم ندفت، لانه واحد من اللاعبين المجتهدين جدا وفي نفس الوقت بقى له فتره طويله جدا بعيد. بص كابتن اسلام، يعني كريم جه اعتقد يعني في الفتره اللي عمل فيها عمليه، كنت برضو عملت عمليه في ايديا، كنت انا كسرت عملت في عمليه، واحنا الاثنين اتقابلنا في المركز العلاج الطبيعي هنا في مصر بعد ما خلص حياته في المانيا. كريم انا يعني انا فرحان له جدا جدا اول ما شفت اسمه في قائمه بكره، لان انا كنت شايف قد ايه رغم يعني كم هائل من الاحباط هو كان بيواجهه وفتره طويله جدا، ما اعتقدش يعني ربما لاعب كره قدم غاب الفتره دي زي كريم ندفت بصراحه طويله جدا. لكن هو بصراحه انا كنت بشوفه في العلاج الطبيعي بيجتهد جدا ومتمسك بالامل، وهرجع وهلعب تاني وانا مش قلقان، وحتى لو الفتره وهسمع كلام الدكتور، وطبعا هو عدى على دكاتره كتير وكان في بعض التشخيصات ربما تكون خاطئه، لكن انا فرحان بره مصر الحقيقه. طبعا انا فرحان جدا جدا بصراحه ان هو صمد وهو استحمل كل شيء، واكيد في الوقت ده اكيد ربما يكون سمع بعض الكلام المحبط، لكن هو طبعا ما يعني اشتغل على نفسه واجتهد، والحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يعني يرجع في قائمه مباراه بكره، وباذن الله باذن الله اتمنى يكون في بعض يعني النتيجه في الشوط الاول تبقى مريحه وتبقى سهله عشان يقدر كريم ندفت باذن الله باذن الله بكره يكون له 10 دقائق او ربع ساعه. اكيد بكره لو شفناه في الملعب بيلعب والدنيا تمام كلنا هنكون سعداء بهذه الخطوه.